بعدما طفح مكب نفايات بلدة الكفور الجنوبية جرى إقفاله بضغط من الأهالي، واعتمد اتحاد بلديات الشقيف مكبا آخر بين بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون، إلا أن هذا المكب أيضا طفح وطفح كيل الأهالي معه. هذا المكب ضرر كتير كبير على البلد، وبالأخص نحن بالمكب قراب كتير للمكب، قراب قد ما بدك، ونحن راح نصير للكب بالمكب. أنا ابني عنده مرض الرابو، وقلنا سنتين منعاني من هالشغلة، عم يختنق يعني عم نفيق بالليل مختنق على الأخير. شو الدخنة بس يا حروف؟ دخنة وريحة كتير قوية، ريحة زبالة زبالة يعني. دخنة وعبوق ومشاكل وضرورة، يعني زلعيبنا الأولاد يعني سعليت أشياء مش طبيعية يعني. فتنا على البيت مشحرة بقلب البيت مشحرة. وقت الفترة طلعت صرخة الناس من الدخنة وتضايقت، عملت يمكن تكون الشركة عملت لأنه تحرقه لحتى تخفف حجم النفايات، لأنه كل ما حرقته كل ما ضاقلت كميته، وبالتالي عملية ردمه بتصير أسهل. المجلس البلدي في ميفدون اتخذ قرارا بإقفال المكب بحسب عضو البلدية محمد توبي. عانينا كبلدية كمجلس بلدي وحاولنا مرار وتكرار، وكلكم تعرف أنه المكب انتقل على الكفور، وبالكفور اعترضوا رجع ما فيش عندهم حل بديل إلا كان بميفدون. نائب رئيس اتحاد بلديات الشقيف مصطفى إسماعيل أكد أن الشركة لا تلتزم دفتر الشروط. يعني أنت هلأ إذا فسخ العقد، أنا امبارح نزلت على الاتحاد وحكينا بالموضوع وقلت له أن أنا بدي أقدم شكوى، بدي أقدم شكوى أنه هذه الشركة ما بتلتزم بالشروط ويفسخ العقد على مسؤولية الشركة. المشكلة اللي عم تواجهنا واللي عم تواجه يعني أنه فيش بديل. لا بديل إذن، خصوصا أن اتحاد بلديات الشقيف يبدو كالمستجير من الرمضاء بالنار، فيما الخوف كل الخوف أن يتكرر هذا المشهد الذي برز مع إقفال مكب النفايات في الكفور، فغرقت شوارع مدينة النبطية وقراها المجاورة بالنفايات.